اختي بالنسبه للاثمنه الخضره متفاوته في الاثمنه، كاين بعض الاثمنه اللي بقات مستقره في الثمن ديالها، وكاين بعض الخضر اللي ارتفع الثمن ديالها كالبطاطيس وما الجزر بلا ما نهضروا عليه، راه ولا الواحد الثمن خيالي، الانسان راه ما بقاش كيتقداه. خيزو وصل 8 دراهم 9 دراهم حتى 10 دراهم على حسب الجوده ديالو. بالنسبه للبطاطا راه ب 140 ريال، 6 دراهم 116 ريال، 114 ريال بالجمله كناخذوها بها بطرابها بالمسوسه بالمحفوره بقيسها الكانشي وبكل شيء. كتبقى واحد البركه قليله وصافي، لا كتبها الله وصافي بنتي. البسله والخيار، الخيار حتى هو راه الثمن ديالو غالي، راه 100 ريال 110 ريال بالجمله كيتباع حتى 120 بالجمله كنجيبوه. وبنتي راني دابا انا واحد المده هذه راه واحد المده ديال 15 سنه ولا. الوضعيه للناس الغلا بالنسبه للثمن، ارتفاع الاسعار ديال الخضار ما بقاش علينا واحد الاقبال، ولا العرض كاين والطلب قليل. انسان كيدي 2 كيلو 3 كيلو دابا كيقول لك نص كيلو، ما كيكرهش بنادم حبه الخيار يقول لك قسمها لي، غير كيحشم اخيسي. الصراحه راه هي هذه، راه الانسان ما بقاش ذاك الخروج ديال الخضره عندنا كما كان. كان بنادم الانسان كيجي كيقول لك دير لي 4 كيلو 5 كيلو من الحاجه، ما بقيناش كنسمعوها، كنسمعوا كيلو نص كيلو هو اللي بقينا كنسمعوا. كنخرج 200 درهم ما كتكفوك، غير كيجيو 200 درهم. الحاله ديال الناس راه مضروره، كاين اللي كيجي قال 200 درهم خصو يدي منها كل شيء، يدي نص كيلو بطاطا كيلو طماطيش. الناس دابا ولينا كنلاحظوا مؤخرا الناس ولات كتقدا ذاك المصروف المحدود نتاع المعاش اليومي، بحال ديال النهار يومين ما كيتعداش كيلو نص كيلو، راه ديال النهار باش كيديباني الانسان. البطاطا راه كي كتعرفي مطيشه راه مرة الثمن ديالها مره طالع مره هابط، هي هاد الايامات عاوتاني كترخيها، هي دابا عاود غلات شويه مطيشه، هي كل نهار كطلع 1000 فرنك 400 درهم في الصندوق. البطاطا هي ولات 120، البصله هي ولات ب 80، خزو 8 درهم 9 درهم بالجمله. الله يرجع ربي يدير شي تاويل ديال الخير بنتي وصافي. ما راه شنو غادي نقول لك، راه المسكين ما بقاش عنده فين. حنا بالنسبه لينا راه حنا خدامين فابور، غير ما كنبغيوش نخويو البلايص ديالنا نخليهم خاويين. راه كاين بعض الايام اللي كنضربوا 3 ايام 4 ايام بحراب باش كنمنعوا داك الخضيره اللي هبطناها للدار ولا شي حاجه، داك هو اللي كيكون فضل من الله، وما شي حاجه اخرى راه ما كايناش. من المارشي من لاكريي بنيتي، راه بنتي راه من لاكريي والساده، هو لاكريي هو اللي كيتحكم في السوق كامل. لاكريي هو اللي كيتحكم، حنا كنمشيو للسوق ما يمكنش نخليو البلايص ديالنا خاويين. كتمشي للسوق كدور هنا كدور هنا كدور هنا كدور هنا، كتكون عروض مغريه بعد عند الناس اللي كنتقداو عليهم، واحد كيلقى ينقص لك 10 ينقص لك سوا، لكن ما كاينش داك الشيء، ما تم همزه تما ما كايناش. كنسولو على الغلا، كيقول لك كاين الازمه، كاين الشتاء، المازوط غلا، الترونسبور ديال السلعه المواد الغذائيه حتى الترونسبور ديالها بعيد، الشتاء ما كايناش، الجفاف، هادشي هما فاش كيتمرسوا لنا بنتي. السلام عليكم. ايوا خيتي اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي هذا ما بقيناش كنلحقوا، انت كتشوفي بطاطا غاليه 7 دراهم، اللي حسن العوان ترى هذا اللي كيشري السلعه راه كيشريها ب 6 دراهم، كي قال لك 116 دراهم. انا 5 سنين وانا كنبيع ونشري في التجاره، يعني هادشي اللي قال لك راه ما كيكذبش عليك، يعني هو ما عنده ما يزيد علينا الغالب الله. كل شيء انت كتشوفي، البطاطا غاليه، البصله انت كتشوفي، مطيشه كي قال لك خيزو، يعني والو الخدمه، يعني كتصور ديك ال 100 درهم ولا راه بحال كتاكل انت وولادك، انت كاري ب 16000 ولا ب 20000، 100 درهم ما عندها ما دير لك في النار، يعني الصالير مازال هو هو في بلاصته، وكل شيء هو كيتزاد علينا، مطيشه هي زايده، بطاطا زايده، يعني اللي كتحط عليها يديك زايده، الا ما ديتيش لولادك ما اش غايب، خصك ضروري تدي بالسيف عليك. الله ياخذ الحق في اللي داير هذا الشيء هذا. ديالاش؟ 200 درهم 200 درهم 200 درهم هي 200 درهم صرفتها دابا، انت شنو واخذ منها؟ واخذ منها بطاطا، واخذ منها البصله، 200 درهم شنو مازال فيها؟ يعني 40 درهم هي مشات في جوج حوايج. يعني الغالب الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا بنتي هادشي هادشي بزاف علينا، بزاف هاد الغلا، بزاف الغلا، كاين البوطات، كاين المواد الغذائية، كاين الخضرة، كاين كلشي طلعوا في السماء، هادشي بزاف علينا حنايا، حنا ضعفاء تحت الله، حنا مساكن ما عندنا شيء ما بحالناش، حنايا غير مساكن والله غالب، حنا مرأة أرمى. مسكينة الشريفة، أنا مرأة جاية لاباس عليها. أنا جاية بنادم مسكين. وأنت كتشوفين. شوف هادشي اللي دايرين هكا قاطعين طريق، ما كنصيبو منين ندوزو، ما كنصيبو منين نرجعو، ما كنصيبو. هادشي راه اللهم من هذا منكر، هذا راه. اللي لاباس عليه راه واكل شي حاجة. حرمالات و. ياخذ بطاطا ديال درهم. حنا ما عندناش ما فحالناش، حنا راه ربي اللي عالم علينا، راه المساكن كلشي نضر، كلشي نضر، كلشي نضر هاد المساكن.
شوفي شوفي رخص هكا كل شيء كل شيء ندرب هذا الشيء هذا قوت الغلا بزاف وهذا الشيء هذا كيفاش الشريفه قاطعين علينا الطريق هذا الشيء وزادوا بلا قياس وهذه ما كاين لا مراقبين ما كاين حتى حاجه لا ما كاين مراقبين لا على الحمله على دجاج لا على لا على خضره لا على حتى حاجه ما كاينش المراقبين نهائيا واش الشيء هذا دابا تيبدلكوا فيك كي كتاخذي بطاطا ديالك انا مضرورين والشكوى الله الشكوى الله باللي كان فيها حيله وسباب اللي مغلي علينا المعيشه الشكوى به لله اللي مغلي علينا راه حنا جايين غير بنادم مسكين 40 بطاطا بطاطا هو كتسمعي كيعيط عليها 40 خامجه ها يلا شنو ها شت بطاطا وريها بالكاميرا وغا هذا اللي كيدير مزيان مع المسكين اه هذا اللي كيدير مزيان انت دي من هذه اش هذا بنادم المسكين يدي هادشي هذا الله من هذا من الفار صراحه الاسعار طلعت مزايد المراقبه ما كايناش لا على الحوانت ولا على وعلى الخضاره ولا اي حاجه يعني الحل ما عرفناش كيفاش يدار وكل شيء كيعرف هذه القضيه هذه ماشي عاد انا نقولها راه الناس كلها كتعاودها ولكن شنو هو الحل ما عرفناش كنتي دابا كدوري في السوايع شفتي شي حاجه ديما 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 الخضره طالعه ديما ما نقدرش نقولوا كنسمعوا في جهه اخرى في شكل هنا شكل يعني يعني ما محدوداش ما كتكفيش حتى 50 درهم ماشي لا 200 درهم كلشي ولا غالي صراحه اش غنقول لك ملي زادوا في الاسعار زادوا غير المواطنين شويه ديال الاجره ديالهم والناس بقاو شي كيشوف شي الله يحسن العون الواحد كاين الناس اللي عندهم وليداتهم كاين اللي معيشهم واحد العيشه ما نقولكش كتبقى ديك الخضره التاليه عاد كيجيو مساكن يجمعوها باش ياكلوا وليداتهم صراحه راه كلشي الله العظيم الله يدير شي تا ولد الخير هذا ما غنقول ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد